بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم مهندس محمد حسين، بلانينج مانجر. أحب أرحب بكم في المؤتمر الرابع للتخطيط وإدارة المشروعات، والحمد لله كان لي الشرف السنة دي إن أنا أشارك في المؤتمر بالمحاضرة البسيطة دي. أتمنى إنها تكون مفيدة وتقدم شيء للمهندسين اللي عايزين يتعلموا البلانينج والبروجكت كنترولز عموما. المحاضرة النهاردة هتتكلم على الريبورتينج سكيلز. ايه السكيلز اللي المفروض نكتسبها، او ازاي نعمل ريبورت يكون كويس وله اثر فعال في المشروع. نبدا نتكلم على الكونتنتس الموجوده عندنا النهارده في المحاضره. اول كونتنت هيكون عندنا why choosing this topic، ايه اهميه الموضوع ده. تاني ايتم type of reports، ايه انواع الريبورتس اللي ممكن المهندس يطلعها او يتعامل معاها. تالت حاجة how to measure progress. رابع item reporting philosophy. خامس item ال major report content. وآخر حاجة report samples نبدأ نتكلم عليها. نختار أول topic إن شاء الله ونتكلم فيه why choosing this topic. يعني علمونا كده في كلية هندسة إن اللغة الأساسية للتواصل ما بين المهندسين هي اللوح. لو انت مهندس مصري او امريكي او بريطاني وماسك لوح من الصين او من الهند، اللوحة بتحكي تماما ايه التفاصيل، مش محتاج تبص في حاجة تانية. اللوحة اللي مطلعها المهندس الصيني زي اللي مطلعها المهندس الامريكي، كلنا نقدر نقراها وكلنا نقدر نتواصل بيها. فيكاد يكون اللغة الاولى للتواصل ما بين المهندسين هي اللوحة، والرسمة لوحدها كافية إنها تنقل اللي المهندس عايز يقوله. ولو الرسمة مش كافية بيبقى في الخرطوشة اللي على الجنب بتاعتها بيبقى فيه شوية تفاصيل صغيرة نقدر نبص فيها. طيب، تاني لغة أنا بعتبرها للتواصل ما بين المهندسين الريبورتس، لأن مفيش مهندس في حياته ما بيطلبش منه يعمل ريبورت، سواء المهندس ده بيشتغل بقى في البروجكت كنترولز أو سايت انجينير أو ديزاين. فلو انت عندك مشكلة في انك ازاي تعمل ريبورت بسيط، ريبورت مفيد، ريبورت مجرد ما الناس تقراه مش محتاجة ترجع تسألك على حاجة تانية، فانت قدامك مشكلة كبيرة فعلا. في ناس كتير ما بتوجدش الفن ده، ويبقى الريبورت نفسه يقول له طب هاجي لك اشرح لك، طب افتح الريبورت كده وانا باين لك في ايه. الريبورت المفروض يبقى زيه زي اللوحة بيشرح نفسه. دي اللغة التانية بتاعت التواصل مع المهندسين، ومهمة قوي انها تبقى بسيطة. طب ما بالك بقى لو انت مهندس بتشتغل في الكنترولز، انت يعني 80-90% من شغلك عبارة عن ريبورتس بتطلع بعد ما بتعمل البيز لاينز وبتعمل البرامج وبتذاكر كليمز او بترد على سبميتال، في الاخر بتطلع ريبورتس سواء ديلي ويكلي مونثلي، والريبورتس دي بيقراها ناس كتير ومبني عليها اكشنز، فلازم تبقى عارف ازاي تطلع ريبورت كويس. ده السبب اللي احنا اخترنا النهارده التوبيك ده. طيب، ننقل بقى على الجزء الثاني في المحاضره، التايب اوف ريبورتس. انت عندك كمهندس بتشتغل في الكنترولز سواء بقى بلاننج او كوست او كونتراكتس، بيطلب منك يعني بيريوديكال ريبورت، سواء يبدا من الديلي ريبورت مرورا بالويكلي باي ويكلي مونثلي انيوال. فانا عندي ريبورتات بتعتمد على الزمن. انا ليه ببدا اصنف هنا الريبورتات؟ لان انت لما يبدا يطلب منك يا باشمهندس لو سمحت اعمل لنا ريبورت، عندنا مشروع فلاني ديزاين ريبورت، او انت في الهيد اوفيس ولو سمحت ديزاين ريبورت، او انت بلاننج مانجر او كوست كنترول مانجر بيطلب منك ريبورتس للشغل بتاعك. فلازم تبدا ترتب افكارك، الريبورت ده ايه الهدف منه، او الريبورت ده رايح لمين، او الريبورت ده هيطلع كل قد ايه. فاحنا اول طريقه لتقسيم الريبورت التايم اللي بيطلع بيه او الفتره اللي بيغطيها. تاني تقسيمه الريبورت ده بيخاطب مين؟ انا ممكن ابقى بطلع ريبورت للسي او في شركه، او ريبورت للسايت انجينير، او ريبورت للبروجكت مانجر. كل جهه من دول بتبقى محتاجه تشوف حاجه معينه في المشروع، حاجه معينه في الشركه، محتاج يشوف ليفل اوف ديتيلز مختلفه. يعني انت ممكن هو نفس المشروع، بس الشخص او الجهه اللي بتبعت لها الريبورت تبقى عايزه تشوف حاجه معينه. ممكن تبعت لنفس المشروع 100 صفحه، وممكن تبعت لنفس المشروع صفحه واحده، على حسب الجهه اللي راحلها الريبورت. الحاجه اللي بعد كده طبعا نوع الريبورت، انت بتشتغل في الكوست، بتشتغل في البلاننج، بتشتغل في الكونتراكت، كل ريبورت هيبقى له كونتنت مختلف، حتى برضو لو لنفس المشروع. يعني انا لو
مهندس مثلا بلاننج بطلع ريبورت المشروع، غالبا مش هتعرض للمكسب والخساره بتاع المشروع، او مش هتعرض للخساره جايه في انهي ايتم. فطبعا ده بيختلف في السكوب بتاعي انا بشتغل في ايه، لان في ناس بتبقى مثلا هو بيشتغل كوست ويطلب منه ريبورت، فبقى ريبورت طالع بشكل اساسي بيركز على البلاننج ده قصور، او بلاننج وبيركز بشكل اساسي على الكوست. لا، لازم تفرق ما بين الداتا اللي انت عايز تطلعها واللي انت بتبعت له ريبورت عايز يشوفها. الايتم اللي بعد كده ان يفرق طبعا الريبورت هو انترنال ولا اكسترنال. يعني انا لو انا في مشروع، انا مثلا ممثل المقاول في مشروع وببعت ريبورت للمالك، اكيد هيبقى فيه كونتنت مختلفة عن نفس الريبورت اللي انا ببعته للشركة بتاعتي، سواء من حيث التفاصيل او من سرية التفاصيل او الحاجات اللي تهم المالك والحاجات اللي تهم شركتي كمقاول. وبالمثل لو انا ممثل مالك وببعت ريبورت انترنال للشركة بتاعتي، ببقى حاطط فيها ايتمز مختلفة عن الايتمز اللي انا ببعتها للمقاول. فمهم جدا انك تبقى شايف الريبورت ده رايح فين وبيخاطب انهي جهة والجهة دي عايزة ايه بالظبط. الحاجة اللي بعد كده، لو انا عندي اطراف المشروع طبعا كلنا عارفينها، كونتراكتور واونر وكونسلتنت. طيب لو انا ببعت الريبورت بتاعي او انا جهة ما في المشروع، اكيد الداتا بتاعتي هتبقى مختلفه لو انا ممثل البلانر غير ممثل المقاول غير ممثل الاستشاري. حتى لو انا بخاطب الاطراف الاكسترنال او انا بخاطب الاطراف الانترنال. يعني ادي مثال على البلانر من جهه الكونسلتنت، بيبقى بيطلع ريبورت عن تقدم المشروع بيبعته للمالك، وبيقدم ريبورت عن تقدم المشروع بيبعته للمقاول، وبيبعت واحد انترنال للشركه بتاعته بيقول لها احنا كممثل احنا كاستشاري عملنا كام ساعة او انجزنا ايه الشهر ده، او التقدم بتاعنا عامل ازاي، ايه السلبيات اللي عندنا. فكونك النهاردة ممثل مالك غير بكرة ممثل مقاول غير ممثل استشاري، الريبورت نفسه بيختلف والكونتنت بتاعته بتختلف. فدي اول حاجة ترتب بيها دماغك لما يطلب منك ريبورت للمشروع بتاعك. طيب الايتم الثالث، وانا بعمل ريبورت للمشروع بتاعي مهم جدا ابقى عارف انا هميجر البروجرس ازاي، لان هو الريبورت بشكل اساسي بيبقى بيوصل رساله ما، غالبا بتبقى الرساله دي تقدم او تاخر المشروع. فانا لازم ابقى عارف اقيس المشروع بتاعي ازاي، ايه العناصر اللي انا احطها اقيس بيها المشروع، سواء المشروع ده ريزيدنشال او اندستريال او اي تايب اوف بروجكتس، ايربورتس مثلا، هوسبيتال. في كي اليمنتس اقيس بيها المشروع، بناء عليها اقدر اقول المشروع بتاعي ده متقدم او متاخر، اهيد اوف سكيدول بيهايند سكيدول. والمعايير دي متعارف عليها يعني وورلد وايد. خلينا قبل ما نخش في ريبورت كونتنت او ريبورتنج سكيلز، لازم نتكلم على الايتمز اللي هنميجر بيها البروجريس، لازم تبقى واضحه وباينه قدامنا. اول ايتم في الموضوع ده الايرند فاليو، دي حاجة عالمية متعارف عليها، بتقيس المشروع من جهة الكاش، بتعتمد الكاش كمعيار أساسي لتقدم أو تأخر المشروع. الحاجة التانية التايم، بقيس المشروع متقدم أو متأخر من ناحية التايم، وده عن طريق طبعا استخدام البرنامج الزمني البريمافيرا أو مايكروسوفت بروجكت أو whatever السكيدولينج تولز اللي أنا بستخدمها. طبعا بقيس التقدم بتاع المشروع سواء متقدم أو متأخر باستخدام اللونجست باث والديلي أناليسز للمشروع بتاعي. الحاجة التالتة اليونتس أو الفيزيكال، ببدأ أقيس المشروع بتاعي بير يونتس. يعني أنا ممكن أقول المشروع ده عامل 50%، فاين. طيب ال 50% دي تحليلها ايه؟ يعني الراجل عمل ايه في المشروع او ما عملش ايه في المشروع؟ صب كام متر مكعب خرسانه؟ عمل كام متر مباني؟ صب كام سقف؟ او قدم كام انجينيرنج دروينج؟ لازم ابقى انا قادر على تحويل البرسنتج كومبليت ليونتس قابله ان الناس تحسها، لان البرسنتج كومبليت في بعض الاحيان ما بتعبرش عن التقدم او التاخر بتاع المشروع. الايتم اللي بعد كده المان باور، مهم جدا عندي ان انا ابقى قادر على قياس المان باور بتاعي في المشروع، لان هو انتاجيه المشروع معتمده على العماله اللي عندي، سواء عماله فنيه مدربه او عماله بدائيه او نجارين او حدادين. فمن ضمن الايتمز اللي حطها في الريبورت بتاعي
المان باور بتاعي عامل ازاي، وطبعا بقارن ما بين البلاند وما بين الاكتوال واجيب الديفيسيت ما بينهم وابدا ادي ريكومنديشن. احنا هنتكلم عن تفصيل على كل ايتم من دول، احنا بس بنعدي عليهم كده سريعا. بعد المان باور بيبقى في الريبورت بتاعي في ناراتيف، انا مش كل اللغه بتاعتي ارقام او كل اللغه بتاعتي جرافز او كل اللغه بتاعتي بريمافيرا فايلز، لا انا لازم ابقى قادر على صياغه جمل قصيره معبرة عن المشاكل اللي عندي في المشروع. الجمل دي بتقود في الآخر إن صانع القرار يقدر ياخد بيها قرار. وعايز أقول لكم إن كل ما كان الريبورت بتاعي اللي بيقراه قادر إنه ياخد بيه أكشن، اعرف إن أنت نجحت. اللي بيقراه قادر إنه يقراه من غير ما يرجع لي، فاهم اللي فيه بسهولة وببساطة، اعرف إن أنت نجحت. لأن في ناس يعني أو في ريبورتات تيجي تبص عليها تحس إن الريبورت جاست كوبي بيست من البريمافيرا. الريبورت مثلا 100 صفحة 50 منهم بريمافيرا 60 منهم بريمافيرا، لا انت لازم يبقى لك ايفورت ما بعد مرحلة البريمافيرا، ايفورت غير البريمافيرا. الايفورت ده سواء بقى جرافس او نمبرز او ناراتيف بتتكلم على المشروع. الحاجة الثانية اللي بعد كده الريلاتيف ويت، ان انا بقيس تقدم المشروع عن طريق الريلاتيف ويت، مش دايما الفلوس بس هي المعبر، لا بعض المشاريع خاصة الاويل اند جاز او المشاريع الديسبلينز فيها كتير غير المدني بس، فيها الكتروميكانيكال، فيها كهرباء، فيها ميكانيكا، فيها كيميكالز، فيها يعني جهات مختلفة في المشروع بتاعي، كل جهة ليها ريلاتيف ويت مختلفة. الريلاتيف ويت ده ممكن يبقى مبني على مناور، ممكن يبقى مبني على فلوس، ممكن يبقى مبني على قياسات تانية مختلفة. فدي تول بتستخدم في مشاريع كبيرة أو مشاريع فيها ديسبلينز مختلفة، بدي كل جهة ما ريلاتيف ويت، وهنشوف الكلام ده. الايتم بقى اللي نتكلم عليه بعد كده يبقى اذا دي الست عناصر اللي انا بقيس بيها المشروع بتاعي من حيث التقدم او التاخر. نمسك ايتم ايتم بقى ونبدا نفصل فيه وندي سامبلز حقيقيه من ريبورتات فعلا موجوده في مشاريع متنفذه. اول حاجه نتكلم عليها الايرند فاليو. خلينا انا نقول ان احنا مش هنتكلم في المحاضره دي على تفاصيل الايرند فاليو او شرحها، اظن في محاضره في محاضرات المؤتمر بتتكلم بالتفصيل عن الكلام ده، وهنا الوقت لا يسعنا ان احنا نتكلم على الايرند فاليو. لكن احنا هنا في الجزء ده حدي سامبل على احدى التولز المستخدمه في الايرند فاليو، الا وهي ان انا اقارن ما بين البلاند اجينست الاكتوال بتاعي. وطبعا ده بيبقى باستخدام الكاش فلو. انا بيبقى عندي في بدايه المشروع برسم اس كيرف للمشروع بتاعي او هيستوجرام بيقول انا كل شهر هحقق مستهدف كام بالفلوس. هحقق مثلا في شهر اغسطس 10 مليون، الشهر اللي بعده 5 مليون، 6 مليون، وهكذا. المستهدف ده ببدا كل شهر اقيس بقى المستهدف ده اجينست الاكتوال بتاعي، وقد يكون المستهدف ده بالبرسنتج كومبليت، يعني هو قد يبقى اسف بالبرسنتج وقد يكون بالفلوس. باجي بقى بعد اول شهر او بعد اول فتره في المشروع اقيس احط الاكتوال بتاعي اجينست البلاند كل شهر كهيستوجرام اللي هي البارات الرأسية دي، وأبدأ أرسم الاس كيرف بتاعي ويبان منه المشروع بتاعي متقدم أو متأخر. يعني أنا مثلا لو جايب الاس كيرف عند مرحلة ما، نقول مثلا شهر فبراير كده، أنا شايف قدامي اللي باللون الأسود ده البلاند، والأكشوال بتاعي تحت، واضح جدا إن في تأخير في المشروع. لما بمد البلاند، آسف، المشروع هنا متقدم لأن الأسود ده الأكشوال والبلاند هو الازرق، يبقى اذا المشروع بتاعي متقدم. بقدر استعمل بطريقه بسيطه جدا امد الاثنين على خط واحد بافتراض ثبات الترند، اقدر اعرف المشروع ده هيخلص بدري ولا هيخلص متاخر. ومن الاس كيرف يبدا يبان عندي كمان انا محتاج مثلا تمويل للمشروع ده ولا لا، لما بيترسم في الاول في مقارنه بسيطه ما بين الكاش ان والكاش اوت بتاعي. ممكن ارسم نفس الكيرف بشكل مختلف عشان اشوف الترند بتاعي يبقى لاين. يعني انا هنا رسمته از هيستوجرام وجمعته از اس كيرف، وباين عندي مثلا عند النقطه بتاعت مي دي النقطه اللي ابتدى عندها البلاند يقل عن الاكشوال. واقدر انا اشوف النقطة دي بدري، يعني انا لو مديت الخطوط دي على استقامتها بتبين لي الترند بتاع المشروع رايح فين. بنفس الداتا ممكن ارسمها برضو از لاين عندي، واقدر اشوف الترند بتاعي المقاول مثلا بيطلع انتاجية ثابتة طول المشروع ولا بتزيد ولا بتقل. فبيبان عندي هنا ان انتاجية المقاول بتتفاوت من شهر للتاني، وابدا اقارنها ما بين البلاند عندي.
فده بيبقى مؤشر مهم قوي فترات الدروب في المشروع عاملة ازاي، واقدر اتوقعها واقدر احط لها علاج. وده بيبقى اول ايتم في الارنت فاليو. الايتم اللي بعد كده باستخدام الارنت فاليو الاس بي اي. الاس بي اي دي خسارة سكادول بيرفورمانس اندكس. انا بعد ما بطلع البلاند وبطلع الاكتوال بتاعي بقدر اقسم ده على ده، يبان لي المشروع ده انتاجيته عامله ازاي. يعني انا لو عندي مثلا تارجت شهري 100 مليون او 10 مليون، لما انا بحقق 5 او بحقق 6، المؤشر ده بيبقى اسمه سكادول بيرفورمانس اندكس. ده بيعبر ان انا انتاجيتي تقريبا 60% من المستهدف، وده بيبقى ناتج عن قسمه الارنت فاليو على البلاند فاليو. وكل ما كان الرقم الاخير اللي صادر من المعادله دي اكبر من الواحد، يبقى اذا انا في السيف سايد وانتاجيتي اعلى من المستهدف في المشروع. وكل ما كانت اقل من الواحد يبقى اذا انا عندي مشكله. خلينا نشوف حاجه تانية، وبيترسم بالاس بي اي ده جراف هنشوفه دلوقتي بيبين الترند بتاع المشروع ازاي، بحيث انا لو انا اونر للمشروع او انا الشركه المقاول اللي بتنفذ واقدر اتابع على فريق التنفيذ بتاعي ابقى شايف معدل الانتاجيه بتاعتهم، فمن هنا اقدر اخد قرار لو انا اونر امشي المقاول ده وابدا اتخذ ضده يعني contractual obligations، او لو انا شركه مقاولات ابدا اصلح الوضع بتاعي. من المؤشرات التانية المهمة الكوست بيرفورمانس اندكس، وده بيعبر عن المشروع بيكسب او بيخسر. يعني انا عملت شغل مثلا ب 100 مليون، طب كلفته كام؟ كلفته 100 مليون يبقى انا خسرت، كلفته 90 وانا مثلا المارجن بتاعي 15% يبقى انا المفروض اكلفه 85، يبقى انا ستيل بخسر او بحقق هامش ربح اقل من المستهدف. وده عادة بيهم المقاول بشكل اساسي. ببدأ ارسم الاس بي اي ده اجينست تايم في كل فترة اصدار ريبورت، ويترسم لي الكيرف ده واقدر اعرف فريق التنفيذ شغال كويس ولا لا، اقدر اعرف المشروع رايح فين. ودي كانت اول تول باستخدام الارنت فاليو. ننقل على التول اللي بعدها التايم. استخدامي للتايم ان انا اعبر عن المشروع متقدم ولا متاخر، وده طبعا بيبقى باستعمال البريمافيرا. بس العبره هنا ان انا ازاي استخدم مؤشرات التايم بتاعتي في ان انا اعرضها. انا ما اطبعش جاست بريمافيرا فايل احوله لبي دي اف واحطه في الريبورت فيتيجي الناس، مش كل الناس بتعرف تقرا البريمافيرا فايل، او مش كل البريمافيرا فايل بيبقى معبر. فكره ازاي انا سمرايز الكلام ده في تيبل يفهمه مهندس التنفيذ ويفهمه السي او ويفهمه المهندس اللي زي كنترولز وتفهموا الناس بتاعت المشروع، لان الافه الاساسيه ان الناس بصراحه كده بتبقى شايفه البلانر شخص بيطبع ورق ملون او بيطلع ريبورتات ملهاش علاقه بالواقع. فازاي انت تكسر الفكره دي، لان دي من ضمن التحديات اللي هتواجهك كمهندس كنترولز في المشروع. كسرك للفكره دي ان انت تخرج بره اطار جاست البريمافيرا فايلز، تطبعها وتحطها جوه الريبورت. افتح ريبورت الاقي فيه 50 60 صفحه بريمافيرا فايلز، عادة ما حدش بيقرا 50 60 صفحة، الشطارة انك تسمرايز الكلام ده وتحط بعد كده 60 صفحة مفيش مشكلة. فده مثال في أحد المشاريع بيتكلم على الديتس المهمة وبيانالايز الكلام ده. أول ديت بيبقى عايز يعرفه صاحب المشروع أو الشخص المسؤول عن المشروع، يقول لي المشروع ده متقدم ولا متأخر. فأنا ببدأ أسرد قدامه إن المشروع ده كان المفروض يخلص 19 مارس 2018 وفي تأخير حوالي شهرين هيخلص في مايو، وبحط الفاريانس عندي. الميزه بس انك مش بتحط الفاريانس، لا حط الفاريانس الفتره اللي فاتت ازاي، كان قد ايه، عشان يبان عندي الترند المشروع ده لسه ستيل دراجنج في التاخير ولا الكونتراكتور ابتدى يلم التاخيرات اللي عنده وهنلحق. فلما تبدا تقارن ما بين البيريود دي والبيريود اللي فاتت وترسم ترند او تحط انديكيتور على الترند، اقدر اعرف المشروع بتاعي رايح فين. ده كده اوفرول. طب ما بعد اوفرول ببدا اتكلم على المايلستونز اللي عندي في المشروع اللي هي ما قبل انتهاء المشروع، اشوف هلحقها ولا لا، لان ممكن يبقى عندي مشكله في اجمالي المشروع بس في مايلستونز هتتحقق. ببدا اكسرها. ده كان مشروع فندق، اتكلمنا هنا عن الفندق بالكامل، ثم بعد كده المايلستون الاولاني غرف الفندق، ثم المطبخ، ثم الواجهات بتاعه الفندق. وكل ايتم بنفس الطريقه باين قدامه في تاخير ولا لا. يعني مثلا خلينا نتكلم على الواجهات هنا في المشروع، باين ان في ترند عام ان الفاريانس بيقل، يعني انا في امكانيه ان انا ممكن الحق او التاخير بتاعي يقل، وان كان هنا يا دوب اسبوع ما هوش كافي. ايه تاني بتكلم عليه في التايم؟ لو انا المشروع بتاعي فيه بروكيورمنت او فيه لونج ليد ايتمز. لونج ليد ايتمز هي الايتمز اللي انا بستوردها من بره وشحنها ووصولها عندي في المشروع
بيستغرق مدة طويلة قد تصل إلى 3 شهور أو 6 شهور في بعض الأحيان. دي مهم إن أنا أبقى حاطط عيني عليها بدري وأعرف المقاول بيعمل فيها إيه، بسرد اللونج ليد أيتمز المهمة عندي في المشروع، وأجيب برضو أقارن ما بين تواريخ تأخيرها المرة دي والفترة اللي فاتت. أنا عندي أيتم هنا الفان كويل دليفري كان متأخر شهر، المرة دي اتأخر 13 يوم، يبقى إذا أنا عندي المشروع في إمكانية إنه يجي أون تراك. ده هنا اللي أنا بقوله إن أنت تسمرايز إزاي البريمافيرا والتفاصيل بتاعتك. أنا عندي مشروع مثلا ممكن يبقى فيه 30,000 أكتيفيتي، أنا مش هعرض ال 30,000 أكتيفيتي ولا عايز أعرض أي أكتيفيتي بعينه، أنا بسمرايز الكلام ده كله. الايتم اللي بعد كده اللي ممكن اراقب بيه التايم اللونجست باث او الكريتيكال باث. انا في بدايه المشروع نتيجه بعد ما بعمل البيز لاين بيبقى عندي كريتيكال باث واضح تماما الايتمز المهمه، وانا بتحرك في خلال المشروع بيبقى في بعض الايتمز بتتاخر وبعض الايتمز تانية بتبقى هيد اوف سكيدول، فالكريتيكال باث ده نفسه بيتغير، فمهم عندي جدا ان انا مونيتور الكريتيكال باث من تايم لتايم وابدا اقول لا يا جماعه في انشطه كانت متوقع انها تتاخر هي بقت هيد اوف سكيدول ولا اون سكيدول، لكن في انشطه تانية ما كنتش عامل حسابي ليها ابتدت تتاخر. وده دور مهندس البلانر انه يبقى حاطط عينه على الحاجات دي، دي الحاجات اللي مش كل الناس بتشوفها او كل الناس بتبقى حاطط عينها عليها، ده دورك انت كبلانر تتابع الكلام ده. الحاجه الثالثه ان انا ممكن ارسم الديلي بتاعي ده اللي هو 73 او 73 الفتره اللي فاتت، ان انا ارسم ديلي جراف يعبر عن تاخر المشروع. خلينا نشوف الديلي جراف ده عامل ازاي. فانا لو عندي مثلا مشروع ريزيدنشال بس هنا كان متاخر جدا، يعني برسم الجراف بتاعه كان في الفتره الاولانيه متاخر 38 46 بيبان ان هنا بيزيد، بيجي عند فتره تانيه ممكن يبدا يقل زي الفتره دي، ده معناه ان المقاول ابتدى يريكفر الشغل بتاعه. ولو اتقدم في النص ريكفري سكادوال او ريفايزد سكادوال بتلاقي الكيرف ده بينزل جدا في فتره بيريود معينه، بتلاقي ال 156 دي ممكن نزلت مثلا ل 130 120 او اقل، ده معناه ان اتقدم ريكفري او ريفايزد سكادوال. دي الايتمز او دي الجرافات اللي ببساطه اقدر احط بيها مؤشر عن التايم. طبعا المؤشرات دي قد تزيد او تنقص حسب زي ما قلنا الايتمز المختلفه اللي انا بتابعها في الريبورت، يعني انا ببعت الريبورت ده لمين والليفل اوف ديتيلز اللي عندي. الايتم اللي بعد كده اليونتس، ازاي انا ابقى قادر احول البرسنتج كومبليت او الديلي في التايم ليونتس قابله للقياس محسوسه اقدر اقيم بيها الديلي فين بالظبط. يعني انا ممكن اقول لك المشروع بتاعي، لو افترضنا المشروع بتاعي عباره عن ريزيدنشال 100 فيلا 500 فيلا او وات ايفر، والله بقول ان المقاول نسبه الانجاز بتاعته 30 والبلاند كان 50، فاين كويس، ال 20% دول فين؟ تحليلهم ايه؟ تاخير في انهي ايتم؟ طب قيس لي كده البروجريس على مستوى المشروع بالكامل. فخلينا نقول ان المشروع الريبيتيتف سواء كان سكني فيلا متكرره او عمارات متكرره بيبقى لطيف جدا واسهل في القياس، سواء حتى برضو بايب لاين او طريق طويل مستمر. المشروع الريبيتيتف بيديك ميزه ان انت تكرر الايتمز وتطلع مستهدفات شهريه زيها. يعني خلينا نقول مثلا لو انا عندي المشروع عباره عن مثلا 30 فيلا او 40 فيلا وكل فيلا 3 دور، اقدر اقول ان المشروع ده فيه حوالي 60 دور مباني، 60 دور بياض، 60 دور انتريور بينز، 60 دور سيراميك، اقدر احول المشروع بتاعي الارقام، الارقام دي اقدر استخدمها بعد كده لبلاند واكشوال. فانا اقول مثلا خلال الفتره دي كان انا او لحد النهارده كان بلاند انه يخلص 60 دور بياض او 59 دور مباني او بينز 65 او وات ايفر ارقام، واحط الارقام دي البلاند اجينست الاكشوال، فيبدا يبان عندي التاخير فين. يعني انا عندي هنا مثلا ان المشروع ده كان في المباني عنده 65 والمستهدف 60، نسبه لا باس بها ابدا، لكن لما اجي اشوف بقى البلاستر الاقي ان كان البلاند 59 من 65 والاكشوال 21، يبقى انا عندي هنا مشكله كبيره في اعمال البياض. المشكله الكبيره دي بقى في اعمال البياض قد تكون من باور قد تكون كاش، اقدر اشوفها بعد كده في الريبورت واقدر اخد قرار لو انا بتابع المشروع، يبقى انا عارف ان المشكله اللي عندي في البياض ابدا اكثف عندي في المان باور بتاعي اكتره في المشروع، او انا عندي مشكله في الكشف فبالتالي مفيش ماتيريال اون سايت، مفيش مثلا اسمنت، يبان هنا بقى الفرق جاي فين، هل في مشكله في التمويل عند المقاول، في مشكله في المان باور، اقدر احول المشروع بتاعي لنسبه مقاسه. كمان لما انا بقاعد في اجتماع لو انا مثلا ممثل اونر وعايز اجيب المقاول احاسبه، ما اقولوش والله انت 50 البلاند والاكشوال 30،
ممكن نقعد بقى نفاصل في النسب دي كتير، لكن لما اكلمه بارقام واضحه ومحدده يبقى المقاول ما قداموش سبيل للتراجع، او بالعكس لو لو مالك، لما الارقام بتبقى واضحه كده يبقى جميع اطراف المشروع على رؤيه واحده. كمان من اللطيف ان انا ممكن احط وزن نسبي للايتيمز دي اكوردنج لوزنها بالكاش في البيل بتاعتي او في البرايس، الوزن النسبي بتاعها. الوزن النسبي ده بيبين لي اهميه البند، هو وزنه كام في المشروع، عالي او قليل، ايه البنود اللي اركز فيها، وممكن اجيب كاش كبير. يعني انا في بعض الاحيان بيبقى عندي المشروع مش هقدر احقق المستهدف في الايتيمز المطلوبه، بس انا عندي عجز في الكاش، فممكن اصب ايتيمز معينه او اركز في ايتيمز معينه تعليل الكاش اعوض بيه الفرق اللي عندي. دايما بتلاقي المقاول بيبقى عينه على الكاش لان هو ده اللي بيمشي له المشروع، فممكن يبقى المقاول يركز في ايتيمز تانيه جنب الايتيمز الاساسيه تجيب له فلوس بسرعه. طبعا لو انا عندي بقى مواسير او عندي خط بايب لاين يعني، او عندي طرق، يبقى الكلام ده بتكلم بالكيلو، ان انا عندي مثلا 50 متر مواسير قطر كذا، عندي اطوال مثلا المستهدف الشهر ده 1000 متر، ممكن كمان بالديامتر. في بعض الاحيان بيبقى عندي مواسير قطر 50 سنتي 100 سنتي وات ايفر الاقطار بتاعتي، وحسب المشروع ابدا اقول والله انا خلصت من ال 50 مواسير مثلا ديامتر 10 سنتي، خلصت منها 100 متر طولي، او وات ايفر الارقام اللي انا ببدا استخدمها. الحاجه اللي بعد كده في القياس المان باور، زي ما احنا قلنا في الايتم اللي قبل كده، ان انا بجيب مثلا كم سقف اتصب وكم مباني اتعملت، وابدا اشوف الفرق ما بينهم واعرف المشكله فين. فبيبان عندي ان في ممكن يبقى في مشكله في المان باور. لما انا ببقى راسم بقى في الاول البلاند مان باور عندي، العماله بتاعتي هتبقى عامله ازاي في المشروع ده، 60 مثلا حداد يوميا، 50 نجار، 30 تكنيشن، وات ايفر الارقام اللي ببقى راسمها في الاول بلاند عندي، اقدر ارسم بقى شهري الاكتوال عندي قد ايه، ويبان مثلا الفرق ما بين البلاند هنا والاكتوال، ويبان ان المشكله عندي في نوع معين من العماله انا مش عارف اجيبه. غير كده كمان انا بيبقى مهم عندي في بعض انواع المشاريع اللي هي ليميتد ريسورسز، او هقدر اجيب ريسورسز بس ما اقدرش اركبها او اوظفها في المشروع. ازاي؟ ان احنا في المنطقه العربيه معظم الناس بتبقى متعوده على مشاريع في قلب الصحراء، واقدر ازود يعني نجارين، ازود حدادين، املى المان باور بسهوله لان انا عندي المشروع منبسط. لكن مش كل المشاريع كده، ساعات بيبقى عندي مشروع في ريموت اريا مثلا، كامب في منطقه بعيده بتوصل لها مثلا على بعد 300 400 كيلو، والكامب ده لازم بيبقى فيه طباخين وناس بتخدم على المان باور العالي اللي عندي، فانا ما اقدرش فجاه ازود الريسورسز، لازم ابقى عامل حسابي في كروز تانية بتخدم عليها، او المنطقه محدوده مثلا ما اقدرش ازيد في المساحه، زي مثلا منصه بترول في قلب البحر. منصه البترول في قلب البحر دي بيبقى ليها ليميت 200 واحد، وفي نفس الوقت ما اقدرش اسهر كل ال 200 واحد دبل شيفتس، فانا ما اقدرش فجاه ازود المان باور، فانا لازم اراقبه كويس قوي واعرف المشكله عندي فين، التاخير اللي عندي ده هقدر اعمل له ريكفر ولا لا. ممكن الاقي نفسي مش قادر اعمل ريكفر لان المنصه ما تستحملش اعداد ناس زياده، واعداد الناس اللي موجوده مش هقدر اشغلها 24 ساعه. فطبعا المان باور مراقبته بيبقى مهم جدا حسب طبيعه المشروع، وده بيبين لي فعلا المشكله فين. انا كل ده ايتمز انا بقولها ان انت بتميجر بيها البروجرس، لان الايتمز دي بعد كده انت هتسردها في التقرير بتاعك وتقيس بيها المشروع وتحط المؤشرات دي عشان صانع القرار او الشخص اللي طالع له المشروع الريبورت يقدر يحدد المشكله فين وياخد اكشن. الحاجه اللي بعد كده المانور. المانور معبره عن تقدم المان باور. بيبقى مثلا لو قلنا في مشاريع بتبقى ديزاين، فانا ببقى كاونر مدي المشروع لكونسلتنت يعمل لي ديزاين، انا بتحاسب مع الجهه اللي بتعمل ديزاين بالمانور، ببقى متفق معاه مثلا ان المشروع ده عباره عن 160 الف مانور. المانور دول بيبقوا متقسمين بقى في انجينيرنج، بروكيورمنت، كونستراكشن، سوبرفيجن، اشراف على المشروع، مانجمنت، بعد كده كوميشننج لانهاء المشروع. كل ايتم من دول او ديسبلين من دول عليه مناور، وكل انجينيرنج هتلاقي المناور ده لو بريك يا بريك داون، يعني مثلا هتلاقي مهندسين الكهرباء او الالكتريكال سكوب بتاعي 10000 مناور، الميكانيكال 20000 مناور، وهكذا. فانا على حسب المشروع اللي انا فيه ممكن اطلع مناور ريبورت بلاند واكتوال معبر عن تقدم الاعمال بالنسبه لجهه الديزاين مثلا. وفي نفس الوقت الاعمال دي بتبقى ليها مستهدف، يعني هي مش جاست مانور ان انا عندي مهندسين قضوا عدد ساعات، لا، بيبقى في مستهدف تاني برضو بقيس بيه الاوتبوتس اللي طالعه من المانورز دي. فانا لو عندي مثلا
عندي 100 لوحه انجينيرنج، 50 لوحه ام اي بي، فانا بقول مثلا عند 10,000، عند 1000 ساعه الكتريكال لازم يبقى عندي مثلا 10 لوح، 200 لوحه، وهكذا، لان ده بيبقى في احيان كتير مرتبط مش جاست بالبروجرس بتاع المشروع، مرتبط بالبيمنت. ولو انا بتكلم على الديزاين فيز او على الناس اللي بتعمل ديزاين، فانا عندي كونستراكشن ممكن يعطل لو الديزاين ما مشاش بنفس السرعه. فدي من احدى طرق القياس المستخدمه بشكل قوي جدا في الاويل اند جاز، او بالذات الشركات اللي بتقدم انجينيرنج سيرفيس او ديزاين، او المشاريع الاي بي سي اللي هي الانجينيرنج بروكيورمنت كونستراكشن. الحاجه الثانيه اللي هي الناريتيف، ازاي انا ابقى قادر على زي ما احنا قلنا ان خلاص بقى الفتره اللي فاتت او الجزء اللي فات من المحاضره كانت بتتكلم على النمبرنج، او ازاي انا ابقى قادر ان انا اقيس وارسم جراف. الجزء هنا ده في التقرير هتكلم على الناريتيف ريبورت، ازاي انا ابقى قادر ان انا ادي سمري 3 أو 4 سطور عن ملخص المشروع، بحيث لو حد بيقرا عايز يعرف المشكله فين بشكل مكتوب ابقى قادر على صياغه الكلام. طبعا لو كان عندي المشروع فيه ديسبلينز كتير عباره عن مثلا بروكيورمنت في الجزء الاول هنا في المشروع، او كونستراكشن، او ديزاين، ببقى قادر ان انا اعمل ناريتيف للريبورت بتاعي، اقول في مشكله مثلا في الفيس 2 لاندسكيب كرنتلي اون هولد، او في الكونستراكشن في فيلاز كذا ان انا خلصت مرحله التندر ريسيفد، هبدا اعمل اووردنج وهكذا. لو في الكونستراكشن هبدا اقول برضو ان في منطقه فيها مشاكل، منطقه فيها هولد، منطقه فيها كليمز، وهكذا، ابقى قادر ان انا صياغه الناريتيف ده. الحاجه اللي بعد كده في الميجرمنت بتاعنا زي ما احنا قلنا الريلاتيف ويت، ان انا المشاريع اللي فيها ديسبلينز كتير كل ديسبلين معين بديله ريلاتيف ويت. الريلاتيف ويت بقى قد يكون مبني على تايم، مبني على كاش، مبني على كومبلكستي، الجزء ده معقد جدا فبديله ويت كبير، او في منور كتير جدا. هاويفر الطريقه، بس دي من احدى طرق القياس اللي لازم ابقى عارفها، وابقى عارف المشروع بتاعي هينفع فيه ولا لا الكلام ده، لان بعض مثلا مشاريع ريزيدنشال العاديه اللي بتبقى خرسانات وتشطيبات ما بستخدمش الريلاتيف ويت، يعني عاده بستخدم الكاش او التايم، او ان انا اقول اليونتس اللي عندي مثلا كم متر مكعب خرسانه تصبه، كم متر مكعب مباني اتعمل، كم متر مسطح بياض. لكن المشاريع اللي بتبقى غالبا فيها الاي بي سي او الديزاين بيلد بيبقى الريلاتيف ويت فيها مهم جدا، ان انا ادي كل ايتم ريلاتيف ويت. كمان لو انا عندي المشروع بيبقى لمسم ما بيني وما بين المقاول، طريقه الحساب ممكن بتبقى مربوطه بشكل كبير جدا بالريلاتيف ويت، ان انا بقول له مثلا الانجينيرنج في المشروع ده عليه 30% او عليه 60%، ففلوسك 60% منها هتاخدها في الانجينيرنج، ومثلا 30% او 20% في البروكيرمنت، وال 10% الاخيره بتبقى مثلا في الكونستراكشن او الكوميشننج او وات ايفر. وده له علاقه بالسكوب الاساسي اللي انا عايزه من الجهه اللي بتنفذ ده. المشاريع الاي بي سي بيبقى فيها النو هاو في ايد المقاول، فهو اللي بيعمل ديزاين وده بيبقى اهم جزء، وهو اللي بيعمل البروكيرمنت، ثم بعد كده الكونستراكشن بيبقى غالبا بيبقى اسهل حاجه، او طبعا في مشاكل بس على حسب طبيعه كل مشروع. يبقى احنا كده اتكلمنا على طرق القياس. نسمرايز الطرق القياس كده بسرعه، الايرنت فاليو اللي هي باستخدام الكاش، اتكلمنا على ثلاث اهم حاجات فيها اللي هي الاس بي اي والسي بي اي والبلاند اجينست الاكتوال. الحاجه اللي بعد كده التايم، قدرتي على قياس التايم سواء بدلي جراف او بتيبلز او بلونجست باث اناليسيز، سواء الاناليسيز ده ناريتيف او تيبل عندي بقدمه. الايتم الثالث بعد كده اليونتس او الفيزيكال بتاعي، اقدر اقيس المشروع بيونتس قابله للقياس. قد يكون بقى المشروع مش تكراري، بقى انا بضطر استخدم الحاجات المميزه في احطها. الحاجه اللي بعد كده المان باور، الايتم اللي اتكلمنا عليه بعد كده اللي هو المان باور وقدرتي على قياس العماله بتاعتي او التكنيشنز اللي عندي في السايت. الايتم اللي بعد كده الناريتيف ريبورت وقدرتي على ان انا اصيغ الريبورت بشكل ناريتيف للايتمز المهمه او كريتيكال بوينتس اللي عندي. الايتم الاخير الريلاتيف ويت، وكل ايتم ووزنه النسبي في المشروع. ننقل بقى على النقطه الرابعه الريبورتنج فلوسفي. خلي دايما وانت في بالك وانت بتعمل الريبورت بتاعك انه يبقى سيمبل. في ناس يعني بتتعمد او بتظن انه لما يخلي المشروع الريبورت بتاعه
صعب ومعقد ومليان ارقام وتفاصيل، هو كده سرد كل حاجه في المشروع. مش مطلوب مني كده، مش مطلوب مني في المشروع يبقى عندي كل الايتيمز في المشروع ممثله جوه الريبورت بتاعي. لا، انا مطلوب مني ان المشروع بتاعي الريبورت بتاعي يبقى اسهل ما يمكن وابسط ما يمكن. كان في كونسبت كده يعني انتشر من السبعينات بيتكلم على الفلسفه بتاعه الموضوع ده، حاجه بسيطه قوي اسمها keep it simple stupid، خلي الحاجه بتاعتك ابسط ما يمكن، اي حد يقدر يقراها، اي حد يقدر يستفيد بيها. يعني لو الناس عملت سيرش على جوجل على الكلمه دي بتعبر عن ان انت خلي حاجتك بسيطه جدا عشان تبقى كل الناس قادره تستعملها. طيب بسيطه جدا بقى بعد كل الميجرمنت اللي احنا اتكلمنا فيها دي، طب ازاي يعني احنا اتكلمنا في ست سبع ايتمز وتفاصيل كتير؟ هو ده بقى الارت اوف ريبورتنج، يعني انت تقدر تطلع ريبورت اسهل ما يمكن تقدر الناس تقراه باستخدام كل الايتمز الصعبه اللي فوق دي. خليني اضيف هنا بقى في الجزء بتاع الكيب ات سمبل ستيوبد، ان انت مش شرط تبقى عندك ارقام بس، انت ممكن يبقى عندك لاي اوت معبر عن تقدم المشروع. يعني مثلا مشروع انفرا عباره عن ثلاث شبكات، فانا بثلاث الوان بسيطه جدا عبرت عن المشروع. الفينيشد اهو بقى باين قدامي بالشوارع بتاعته، فين الايتمز اللي فينيشد، وبلون تاني الحاجات الان بروجرس، وبلون تالت الحاجات اللي بلاند ولسه دورها ما جاش. ببساطه شديده ما استخدمتش هنا ارقام ولا احصائيات ولا حتى جراف، لاي اوت بسيط جدا. فاستخدام اللاي اوت في ان انا الونه واطلع عليه يعني مؤشرات قياس بسيطة جدا تبقى مطلوبة قوي. طب انا مثلا سي او عايز اشوف تقدم المشروع بالكامل، اخبره ايه؟ اهو قدرت ببساطة اشوف المشروع وفين الاماكن اللي فيها مشاكل كمان. ممكن بنفس القصة، هو نفس المشروع، انقل لي وادي كل شارع برو واحد او صف واحد بسيط جدا، او الرو الثلاثه مثلا بلاند 100، الاكشوال 60، الاكشوال لاست بيريود 60، فاريانس 40. يبقى انا عرفت هنا ببساطه ان في تاخير في الرو ده رو 3، وكمان ما فيش بروجريس، ومدى التاخير قد ايه، وايه الشوارع اللي خلصت بتاعتي. فاستخدام اللي اوت في ريبورتنج من الحاجات المهمه جدا. الحاجه اللي بعد كده ان انا ممكن ارسم باي شارت معبره عن موقف ما في المشروع، او تحليل اسعار، او وزن نسبي لكل البنود. ببساطه كده اقدر ابص فيه، اعمال الخرسانات عندي 22%، اعمال الدورز اند ويندوز 13%، وهكذا. يعني كل ما كان الريبورت بتاعي سيمبل بسيط الوانه يعني معبره بتوصل الفكره بسرعه، ابقى انا نجحت. ده برضو لي اوت لمشروع من المشاريع، بيتكلم على الحفر بتاعه، بيقول ان الجزء ده انا عملت الباي وول، ايه اللي خلص منه وايه اللي ما خلص. فيعني الفلسفه بتاعتك ان انت خلي الريبورت ابسط ما يمكن. ننقل بقى على الجزء الخامس عندي في المحاضره دلوقتي، الميجور ريبورت كونتنت. طيب بعد كل اللي انا سردته ده، لو انا عايز اعمل ريبورت، ايه الحاجات المهمه او الاساسيه اللي بتبقى موجوده في كل ريبورت؟ اول حاجه التي او سي اللي هو تيبل اوف كونتنت، تاني حاجه اكزيكتيف سامري بيلخص المشروع في ورقه واحده. يفضل ان انت كل ما كنت قادر انك تلخص المشروع بتاعك في ورقه واحده يبقى انت نجحت. الايتم اللي بعد كده الاتش اس اي ريبورت، وده له علاقه بالسيفتي في المشاريع المهمه، الاويل اند جاز او الاماكن اللي بتهتم يعني بصحه الناس اللي بتشتغل في المشروع، يبقى الاتش اس اي ريبورت اول او تاني ورقه في الريبورت، وبيتباهوا ان المشروع ده مثلا فيه مليون منور من غير ميجور انجري او من غير فيتال انجري، بتبقى مهمه جدا. ثم بعد كده اخش بقى في الديتيلد بروجريس، اقيس الكاش، اقيس الديلي بالتايم، وات ايفر الايتمز اللي احنا اتكلمنا عليهم. الحاجه الرابعه بيبقى فيه الانجينيرنج بروكيرمنت، ان انا امسك كل ديسبلين عندي في المشروع وهطلع له نسب قياس انجينيرنج بروكيورمنت لو في عندي لونج ليد ايتمز او كونستراكشن. فبعض الاحيان ممكن ما بقاش محتاج احط كل دول او كل دول مش موجودين، بس انا بقول دي الحاجات الاساسيه اللي اقدر ابني بيها ريبورت بتاعي. الناريتيف اباوت ميجور بروبلم زي ما اتكلمنا، اللوك هيد بتاعي لازم انا المشروع بتاعي ابقى عارف هعمل ايه الشهر الجاي، هعمل ايه الفتره الجايه، ومقارنه ما بين ما تم تنفيذه بلاند اجينست اكشوال. البروجريس فوتوز مهمه جدا، يبقى عندي فوتوز موجوده في الريبورت بتعبر عن المشروع اللي انا بستخدمها حتى بعد كده في الكليمز او رؤيه المشروع. ثم اللوجز الحاجه الاخيره، اللوجز بقى بحط انجينيرنج لوجز، السبميتالز، الدروينجز، بحط البيمنتس، بحط المستخلصات، وات ايفر اللي انا بحطه عندي يبقى في بعض الاحيان مطلوب لوجز. نتكلم في التو سلايدز ده اللي جايين، او السلايدز الاخيره دي عندي سامبلز
من ريبورتات حقيقيه موجوده، ده التيبل اوف كونتنتس بتاعتها، عشان بس الناس تبقى شايفه ايه اللي بيتم تنفيذه دايما في ارض الواقع. احنا دايما بنركز في المحاضرات بتاعتنا على الجزء العملي، الجزء الاساسي اللي بيتم تنفيذه، الجزء الواقعي اللي موجود في ارض الواقع. فده تيبل اوف كونتنت من ريبورت موجود في احدى المشاريع الكبيره، الكونتنت بتاعه بروجكت داتا سامري، ديتيلد بروجريس ابديت، البيمنت، الورك اماونت، كي بي ايز، شوب دروينج ستاتس، ستاتس مان باور ستاتس، بروجريس لاي اوت، وهكذا. دي كده كونتنت حقيقي بحيث الناس تبقى مطلعه على اللي بيحصل فعلا. ده كونتنت تاني من مشروع تاني، برضو هتلاقي تشابه كبير جدا في الكونتنت، سواء بقى ديتيلد او مش ديتيلد، بس هي دي الكونتنت الاساسيه اللي بتبقى موجوده في كل مشروع. هنتكلم في الخمس دقائق الاخاره على ريبورت حقيقي نجيبه من اوله كده لاخره سريعا نعدي عليه. الريبورت ده بيتكلم على مشروع بعينه، لان احنا في بعض الاحيان بيبقى عندي مشروع ريبورت بيتكلم على مجموعه من المشاريع، لو انا مثلا اونر وبتكلم على بورتفوليو بالكامل، غير لو انا اونر وبتكلم على مشروع واحد. فده هنا ريبورت بيتكلم على مشروع واحد، فهتلاقي فيه تفاصيل مختلفه عن غيره. خلينا كده نعدي فيه سريعا. المشروع هنا اتكلم على تقدم المشروع وتاخيره من حيث التايم، ان كان البيز لاين فينش 11 ماي وكان الفوركاست فينش 26 يناير 2015، فانا عندي تاخير حوالي 270 يوم. ده من ناحيه التايم، وهنا من ناحيه البرسنتج كومبليت او الايرنت فاليو بقول المشروع البلاند بتاعه كام والاكتوال بتاعه كام. ثم اتكلمت على الايتمز المهمه في المشروع من حيث التنفيذ، البلاستر مثلا والبينتنج، اتكلمت كل ايتم الستارت بتاعه والفينش بتاعه قد ايه، ولو في ديلي ولا ما فيهوش ديلي في الجزء ده. ممكن اتكلم على المايلستونز الاساسيه في المشروع بتاعتي، اللي هنا كان المايلستونز الاساسيه لها علاقه بالبايلنج والشورنج والكلام ده، فابدا امسك كل مايلستون واشوف المشكله فيه ازاي. فهنا وبعدين اتشيفمنت اقول الحاجات اللي اتحققت والاريا اوف كونسرن. فدي في ورقه واحده انا تقريبا عرفت موقف عام عن المشروع. لو حابب بقى اخش في تفاصيل بنقل في الصفحات التانية. هنا بقى سامري مثلا لايتم ايتم، ابدا اشوف بلاند واكشوال ذيس ويك ولاست ويك والبريفيوس، ارسم جراف للكلام ده، ده اوفرول للمشروع، الانجينيرنج، السب كونتراكتور، الكونستراكشن، وهكذا. طبعا هنا لان ده بيتكلم على مشروع بعينه فهتلاقي ديتيلز، هنشوف الريبورت اللي بعد كده ما بيتكلمش على التفاصيل دي، بيتكلم على تفاصيل عامه. ثم هنا بقى اللونجست باث بتكلم عليه، ابدا اشوف اللونجست باث بتاعي اتغير، نقل من فين لفين، ايه الحاجات المهمه اللي عندي في اللونجست باس اركز فيها، ومتاخره ولا مش متاخره، وهكذا بكمل بقيه المشروع. اللوك اهيد دي الايتمز اللوك اهيد، وده هنا بقى البريمافيرا فايلز اللي بقول لكم عليه، ان انت ممكن تحط في المشروع كميه بريمافيرا فايلز الناس ما بتقراش كل الكلام ده، ازاي انا ابقى قادر اسمرايز الكلام ده كله. نكمل تاني في الريبورت بعد البريمافيرا فايل. هنا الكي بي ايز اللي اتكلمنا عليها، المان باور والمتابعه بتاعتها في المشروع بتاعي، اقدر اشوف المشكله فين واتابعها. الحاجه اللي بعد كده موقف بقى الشوب دروينجز، وارسم جرافات للحاجات اللي خدت كود اي او بي او سي، او قدمت كام لوحه من كام لوحه، وهكذا. اخش في المشروع هتلاقي داخل في تفاصيل. على فكره الماتيريالز دي كلها متاحه على موقع المؤتمر وموجوده على موقع علمي ينتفع به للناس اللي تقدر تحملها، وفي جزء كامل في المكتبه عن الريبورتس، في حوالي مثلا 50 او 60 ريبورت من مشاريع حقيقيه موجوده. وهكذا تكمل التيبل اوف كونتنتس اللي اتكلمنا عليه في الريبورت. ادي اللوجز بتاعتي سواء انجينيرنج او سبميتلز وتحليل الكلام ده كله. نرجع لريبورت تاني اخير، بيتكلم على مجموعه من المشاريع جوه بعض او مجموعه من المقاولين جوه نفس المشروع. ده بيمثل المالك، يعني الريبورت اللي كان فات كان بيتكلم على مقاول باعت التقرير للمالك، ده تقرير ده انترنال للمالك بيتكلم على موقف المشروع. فانت كمالك بيبقى عندك كذا ايتم بتحكمهم، فريق الكونستراكشن، فريق البروكيرمنت، فريق الديزاين، فبتشوف كل ايتم من دول، بتشوف البادجت بتاعتك كنت انت حاططها للمشروع عامله ازاي، بتشوف الديزاين ستيتس سامري اللي انت عندك زي ما احنا قلنا في ديزاين، في بروكيرمنت، في كونستراكشن، وبيبقى ناراتيف بسيط جدا عن الكلام ده تو ذا بوينت. يعني
خلينا كده نخش في التفصيلة، بنكمل بقية التيبل اوف كونتنتس ونخش في التفصيلة. ان انا عندي هنا الكونتراكت والبروكيرمنت ستاتس، بتكلم على التندر ستيج عاملة ازاي، كام عقد اشتغل، كام عقد رسي عليه الكلام ده، وببدأ اخش في الماستر سكيدول مثلا بتاع المشروع، وبتكلم في الاتش اس اي وهكذا. فخلينا نخش في المشروع. هنا الاكزكتيف سامري اللي انا بتكلم عليها، الوان بيبر ريبورت، بيتكلم على المشروع ناريتيف، بيتكلم على الايتيمز المهمه، ثم بعد كده ناريتيف يعني اشبه بالبار شارت شويه عن تقدم كل جزء من المشروع، ثم اتكلم بعد كده على كل بقى ديسبلين عندي، البروكيرمنت، الكونستراكشن، الديزاين وهكذا، الانفراستراكشر. ابتدى يسرد الكلام ده از ناريتيف، ثم بعد كده هبدا اتكلم يعني الجزء ده كده كله ناريتيف، ثم هبدا اتكلم بقى بالارقام على تقدم المشروع، البرسنتج كومبليت و والكلام ده. دول كده كانوا عينتين من تقارير حقيقية موجودة في مشاريع متنفذة في الخليج أو في المنطقة العربية عموما. يعني أرجو إن أنا أكون لحد الجزء ده وصلت الفكرة العامة للناس، إزاي تعمل ريبورت، إزاي النقط المهمة اللي فيها، إزاي ترتب أفكارك. يعني لحد هنا كده تقريبا انتهيت، جزاكم الله خيرا. لو حد عنده أسئلة بخصوص الكونتنت ده أو أي كونتنت تاني، راسلني على الإيميل ده، وده الموقع بتاع مكتبة علمي ينتفع به. ويعني نشكركم على حسن المتابعة والاستماع، وده الإيميل بتاع المؤتمر لو حد حابب يبعت عليه حاجة يراسل جهة المؤتمر. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.